اهم حاجه طريقه الكلام، يعني مثلا عايزه تنده لحد تقولي له ايه؟ اقول له من فضلك تعال هنا. اهو ده بقى الكلام اللي يزعل، اسمها خر ياض. حاضر، خد ياض. لا، خر ياض، خر ياض، خر ياض. كويس. طب عايز تصفيه؟ اصرفه ايه حضرتك، هو عفريت يعني تمشيه؟ هقول له امشي من هنا، يلا امشي. غلط. امال ايه حضرتك؟ غور ياض، غور ياض، غور ياض. اجمد، غور ياض. خلاص يا باشا انا هطرش لك الدرس كله. خور ياض، غور ياض، خور ياض، غور يلا. حلو كده؟ كويس. ومعتي شوية بسطرمة. شوية ايه؟ غور ياض. حاضر، هجيب بسطرمة، هجيب. يا ماما. الستاين بتاعك في الشحات. الستاين طبعا لازم يبقى لي ستاين. عايزه اتاكدي كلامك تقولي ايه؟ ذنب اقول لك كده؟ حد عايز يضرك ومش هتنطقي. شو اقول لك يا عم؟ ايه رايك جوز اللوز كده؟ كده بقى ده دخلك ستينه وانا مطمن عليكي. في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ اسمك هيبقى ايه؟ صحيح صحيح، ده مهم قوي. اسمي هيبقى ايه؟ اسمي انا طول عمري نفسي يبقى اسمي جورجينا. ممكن والنبي يبقى اسمي جورجينا والنبي والنبي. ايه الاسم السيس ده؟ ريحتك بتقول انك هيبقى اسمك ساسا. ساسا دي حاجه حلوه. دي حلو حلو، ساسا جميل. افتكرته، ده بتاع المسرحية اللي كان بيسقسق في الشاي كده ويقول له لسانك حلقك بتسقسق له، صح؟ لا انا رضيتها بكارينا وانت قاعدة جنبي كده. هزيلي رجلاكي. قلة أدب، مسخرة، عيوب ولاد الناس. Thank you.